وقفه سلميه باش نعبروا على رفضنا للمشاكل اللي راهي دايرتها لنا السيده رئيسه المصلحه. خروج عدد كبير من العمال، 11 طبيب، 6 ممرضين. تعرضت لضغوطات رهيبه، حيث انا الدفعه اللي دخلت فيها لهنا المصلحه كنا بعدد 7 اطباء مقيمين، بقيت غير انا الوحيد منهم في الدفعه تاعي بسبب المعاملات المهينه تاع الاستاذ رئيس المصلحه. يدخل المالات فما تشدوا 4 شهور 5 شهور يقول لك هذا راهو سطابل، خليه على تخليه باش تشد به بلاصه، باش كي يجي واحد اجيتي ما يدخلش، تعاود تردوا. سيرفيس هذا نورمالمون سيرفيس دوله ماشي سيرفيس خاص، هذا هي المشكل اللي معانا.